السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الوغد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف الرمز البريدي لمدن ولاية جنوب كردفان في السودان. الرمز البريدي لمدن ولاية جنوب كردفان في السودان، أول مدينة هي مدينة أبو جبيهة، نكتبها بس صح، مدينة أبو جبيهة رمز البريد بتاعها هو 5-2215. بعد كده عندنا مدينة رشاد، الرمز البريد بتاعها هو 5-2216. بعد كده مدينة العباسية تقالي، الرمز البريد بتاعها 5-2217. بعد كده عندنا مدينة كادوكلي، الرمز البريدي بتاعها هو 5-3311. بعد كده مدينة الدلنج أو الدلنج، الرمز البريدي بتاعها هو 5-3312. بعد كده عندنا مدينة كالوجي، الرمز البريدي بتاعها هو 5-3313. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرمز البريدي لمدن ولاية جنوب كردفان في السودان. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.